السلام عليكم تلاميذ سنة أولى متوسط، أتمنى أن تكونوا بألف خير. لدينا اليوم نموذج رقم 2 بالنسبة لاختبار الفصل الأول، بما أنه تبقى بالتقريب أسبوعين على الاختبار. إذن لدينا نص وأسئلة. Le texte. Beaucoup de personnes négligent ou oublient leur petit déjeuner. قالك الكثير من الأشخاص يتهاونون أو ينسون فطورهم، فطور الصباح. Pourtant, c'est essentiel pour bien commencer la journée, surtout pour les enfants. قالك على الرغم من أنه مهم لنبدأ اليوم، خاصة بالنسبة للأطفال. قالك surtout pour les enfants. Pourquoi ce repas est-il si important؟ قالك لماذا هذه الوجبة هي جد مهمة؟ Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée lorsqu'il est pris correctement. قالك فطور الصباح هو الوجبة الجد مهمة في اليوم إذا أخذت بشكل صحيح. Il donne au corps un quart de l'énergie nécessaire pour la journée. قالك هي تمد الجسم، il donne au corps ربع الطاقة التي يحتاجها في اليوم. Un petit déjeuner équilibré doit comprendre un produit laitier. قالك فطور الصباح المتوازن يجب أن يحتوي منتوجات تحتوي على الحبوب مثل على الحليب، المنتوجات الحليبية pardon comme le lait كما الحليب، الياغورت والفرماج لو فرماج الجبن. Un fruit ou un jus de fruit. قالك عصير أو عصير فاكهة. Un produit céréalier, هنا منتوجات الحبوب كيما comme le pain, le خبز céréal, الحبوب ou le biscuit كيما البسكويت. Une boisson chaude ou froide. لازم الوجبة تضم عصير ساخن أو بارد. On peut ajouter des produits gras ou sucrés comme le beurre, les pâtes à tartiner, le miel ou les confitures. قالك يمكن أن نضيف لفطور هذا الفطور الصباح منتوجات دهنية أو سكرية مثل الزبدة، لي بات أتختيني كيما البان شوكو، لو ميال العسل والمربى. Prendre un petit déjeuner améliore les performances intellectuelles, la mémoire et augmente la concentration avant midi. قالك أخذ فطور الصباح يحسن من الأداء الفكري والذاكرة، يحسن من الذاكرة ويرفع من التركيز، خاصة هنا avant midi قبل الثانية عشر. Text adapté. نص مقتبس. إذا شفتوا أهمية الفطور، فطور الصباح التلاميذ جد مهم، وأغلبية الأطفال لا يحبون تناول هذه الوجبة. إذا الأسئلة لي كيستيون كومبريونسيون دو ليكري، ركوبي لا بون ريبونس، اختر أو انقل الإجابة الصحيحة. لو تيكست إي ديسكريبتيف وصفي نيجاتيف، سردي إكسبليكاتيف شرحي. Donc ce texte est explicatif. دائما تضعون دائما الإجابة هذه، بما أنكم في سنة أولى متوسط تدرسون النص الشرحي، العام القادم إن شاء الله تدرسون النص السردي نيجاتيف. Deuxième question, il parle de du il parle هنا l'hygiène corporelle، راه يهضر النص على النظافة الجسدية. Le petit déjeuner على فطور الصباح، ولا لو لافاج دي ما على غسل الايادي. دونك بطبيعه الحال النص راه يتحدث على فطور الصباح، لو بوتي ديجوني. تري بيان. كاستيون نيميرو 2، كومبليت طون اسييت بار لي زاليمون امبورطون دون لو بوتي ديجوني. قالك املا هنايا طون اسييت هذا الصحن بالمواد او الاغذيه المهمه في فطور الصباح. مدو لكم هنايا بعض الاغذيه. عندنا لي زاليمون دي فريت، البطاطا المقليه، ان لي شو حليب ساخن، لا فيوند اللحم، ان صودا اللي هما المشروبات، مشروبات الصودا،
une orange برتقالة، une tranche de pâtisserie، هنايا قطعة من الحلويات، des biscuits complets، هنايا البسكويت، une pizza، البيتزا، la mayonnaise، ou le miel اللي هو العسل. دونك حنا قرينا النص وشفنا فطور الصباح على ماذا يحتوي. لي فريت نو، ان لي شو وي، تكتبوا هنا ان لي شو. لا فيوند نو، ان سودا نو، اون اورانج وي، اون ترونش دو باتيسري وي، دي بيسكوي كومبلي وي، اون بيتزا نو، لا مايونيز نو، لو ميل وي. دونك هادو هما لي زاليمون امبورطون دون لو بوتي ديجوني، هادو هما الأغذية المهمة في فطور الصباح. كو دوا جو مونجي او بوتي ديجوني، ماذا يجب أن أكل في فطور الصباح. كومبليت لو تابلو أبارتيغ دو تكست، قالك كمل الجدول من خلال النص. دي برودوي سيريالي، منتوجات قلنا الحبوب، كتبنا كوم لو بان راهي في النص، رجعوا للنص تلقاوها. برودوي ليتي، منتوجات الحليب، كتبت لكم لو لي، دايرين لو لي الياغورت و لو فروماج. برودوي سكري كيما لو ميل و الكونفيتور، كتبت لكم لو ميل. عطاو لكم لي برودوي غرا، كتبوا لكم في النص لو بوغ، الزبدة. هذا سهل. كالي لامبورطونس دو بوتي ديجوني، قالك ما هي أهمية فطور الصباح، راهي تاني في النص. هذيك لامبورطونس. بروندر ان بوتي ديجوني اميليور لي بيرفورمانس انتيليكتويل، قلنا يحسن من الاداء الفكري، لا ميموار الذاكره، اي اوغمونت لا كونسنتراسيون افون ميدي. دونك هذه هي اهميه فطور الصباح. كيسيون نيميرو 5، répond par vrai ou faux. Nous dit bisahih ou khata. La première phrase. Le petit déjeuner est le dernier repas de la journée. Alak fatour sabah wa akhir wajba fi nahar. Hna bla ma terja la nas. Fatour sabah est le premier wa awwal wajba ntlawruha fi lyoum. Donc c'est faux. Très bien. Il apporte au corps la moitié des besoins انرجيتيك، قالك هو يمد الجسم بنصف الطاقه اللي يحتاجها في اليوم. دونك على حسب النص هذه الجمله سي فو. بوركوا؟ هو يمده بربع الطاقه. هاي ليك لا ريبونس، قالك il donne au corps un quart de l'énergie nécessaire pour la journée. قالك يمده بربع الطاقه، ماشي لا مواتي، ماشي نصف الطاقة. لا تخوازيام فراز، قالك اون بو با اجوتي دي برودوي غرا او سكري، دونك سي فو. اون بو اجوتي، نقدرو نضيفو منتوجات السكرية، هنا راهي في النص. اون بو اجوتي دي برودوي غرا او سكري، منتوجات دهنية او حلوة سكرية. La quatrième phrase, il faut prendre le petit déjeuner. قالك يجب أن نأخذ فطور الصباح. Donc c'est vrai. C'est obligatoire. Donc c'est vrai. Question numéro 6. قالك souligne l'adjectif qualificatif et encadre le complément du nom. قالك سطر على الصفة وضع إطار على le complément du nom اللي هو مكمل الاسم. Je prends une boisson chaude ou un jus de fruits. أخذ مشروب ساخن. هانت هنا الصفة هي شود. Très bien. Boisson chaude. Ou un jus de fruits. وعصير ماذا؟ عصير الفواكه. دونك هذا هو لو كومبليمون دو نون. كيفاش عرفناه؟ فيه دو، قلنا لو كومبليمون دو نون تلقاو فيه ا دو بور سون او، عندنا دي بريبوزيسيون.
تلقاهم قبل الاسم كما هنا عندنا دو. عصير ماذا؟ عصير الفواكه. Question numéro 7. Mais au présent de l'indicatif, هنا تصرفوا الأفعال تاعكم في زمن الحاضر أسهل زمن. Nous préférer une boisson chaude au petit déjeuner. عندكم le verbe préférer يفضل. نحن تاكم الضمير نو لو برونون بيرسونيل نو نو قلنا نقلعوا الاو ار هذا الاو ار ونضيفوا لي تيرمينيزون تاع لو بريزون دو لانديكاتيف اللي لازم تحفظوهم او او اس او او ان اس او زد او ان تي هنا بالترتيب مع الضمائر دونك مع نو تيرمينيزون او ان اس نو بريفيرون اون بواسون شود او بوتي ديجوني. Deuxième phrase, les enfants se nourrirent bien. قالك هنايا الاطفال يتغذون جيدا. عندكم لو فيرب se nourrir هذا سي ان فيرب برونومينال. دونك لي زونفون هنا تمثل تعوض الى فيك اس معناتها نصرفوا هذا الفعل مع لو برونوم بيرسونيل الى فيك اس. لي زونفون se nourrissent سي ان فيرب دو دوزيام جروب نقلعوا هذا الاي ار وضيفوا لي تيرمينيزون I, 2S, E, N, T. Se nourrissent. Question numéro 8 complète. Une boisson chaude. هنا يراهي في المؤنث. احنا نحولوها للمذكر من الفيمينا للمسكولا. Un café. هنا عندكم شود. نقلعو هاد الـ E. Tout simplement. تولي شو. Un café chaud. Un produit sucré. ندلكم دي برودوي معناتها هنا هنا راهي في الجمع في البلوريال تحول سكري تاني للبلوريال هذه لادجكتيف ساكورد اون جونغ اي اون نومبر افيك لو نون كي الكاليفي مع الاسم الذي مع الاسم الذي تصفه دونك سكري هنايا اس نضيفو اس هنا عندنا لي برودوي راهي في الاس معناتها صفه لازم تاني هي تكون في الاس نضيفو الاس تو سامبلومون لا برودكسيون اكريت نروحو للوضعيه الادماجيه الان للتعبير الكتابي قال لك اون تي دون دو لا بيراميد اليمونتير اي دو كوفر امون بمساعده هذا البيراميد هرم التغذيه و صندوق الكلمات ريديج ان بوتي تيكست قال لك اكتب خمس نص يتكون من خمس الى ست جمل دون لوكال تو اكسبليكرا ا تي كاماراد لي كومبوزون دان روبا اكيليبري تتكلموا فيه على محتويات الوجبه المتوازنه مون كوفر امون لي فيرب سو كومبوزي اتر بروندر شوازير مونجي كونسومي غراندير Se composer يحتوي le verbe être هنا prendre يأخذ choisir يختار manger يأكل consommer يستهلك grandir يكبر لين repas معناتها وجبة santé صحة aliment مواد أو أغذية journée اليوم l'adjectif qualificatif équilibré متوازن سان صحي بينيفيك مفيد varié معتدل أو متنوعة متنوعة important مهمة essentiel كذلك مهمة وهذا هو البيراميد هذا هو هرم التغذية هنا طلبوا منكم باش تكلموا على الغذاء المتوازن l'alimentation équilibrée هذه الوضعية راهي تتكرر بكثرة في الـ في الـ في, الـ في الأسئلة تاع سنة أولى متوسط إذا ركزوا عليها جيدا إليك الوضعية كنت سبقت وحطيتها في القناة لاليمونتاسيون إيكيليبري الغذاء المتوازن الآن نتكلموا على ماذا يحتوي هذه الوجبة المتوازنة Pour rester en bonne santé, il faut manger un repas équilibré et varié avec des quantités modérées. قالك لي نبقى في صحة جيدة يجب أن نأكل غذاء متوازن أو وجبة متوازنة متنوعة وبكميات معتدلة avec des quantités modérées. Alors que faut-il manger pour une alimentation saine? Alors que الذي يجب أن نأكله من أجل غذاء صحي. D'abord, il faut consommer des fruits. هنا نذكر الغذاء هذه الوجبة المتوازنة واش فيها واش تحتوي. Donc d'abord, il faut consommer des fruits. تقدر دير entre parenthèses وتعطي أمثلة على الفواكه. Par exemple, dire orange, date, etc.
دي ليغوم دير اونتر بارونتيز وتكتب تكتب نوع من الخضروات دي فيكولون دير اونتر بارونتيز وتزيد تكتب كوم لو بان لو ري هكا اي بوار بوكو دو ميم هكا وصحيح بهذا الشكل وصحيح الا تقدر دعم بامثله دير امثله على الخضر والفواكه وهذا اللي فيكولون نشويات اي بوار بوكو دو وشرب الكثير من الماء puis il faut manger moins gras moins sucré et moins salé ونتلاولو القليل من الدهنيات والسكريات والملح l'alimentation équilibrée assure une bonne santé قالك الغذاء المتوازن يضمن صحة جيدة هذه تو سامبلومون فقرة قصيرة وجد سهلة نعيد جو ريبيت l'alimentation équilibrée Pour rester en bonne santé, il faut manger un repas équilibré et varié avec des quantités modérées. Alors, que faut-il manger pour une alimentation saine? D'abord, il faut consommer des fruits, des légumes, des féculents et boire beaucoup d'eau. Puis, il faut manger moins gras, moins sucré et moins salé. Car l'alimentation équilibrée assure une bonne سنتي. إذن بهذه الوضعية نكون قد انتهينا من حل الاختبار أتمنى أن تكونوا أعزائي التلاميذ قد استفدتم لا تبخلوا علينا بإعجاباتكم الإعجاب للفيديو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد مع السلامة